كمان عايز أقف إجلالا وتقديرا واحتراما وبكل كلمات المحبة التي هي في اللغة العربية، في قاموس اللغة العربية. والله العظيم يا جماعة، ملائي في قاموس اللغة العربية كلمات للي أنا عايز أتكلم عنه. والله العظيم ملائي لهذا الشاب المصري الشهم اللي العالم كله بيتكلم عنه. العالم كله بيتكلم عن هذا الشاب المصري الراجل الجدع الشهم، واخد بالك انت؟ محمد يحيى. اهو محمد يحيى يرقد في المستشفى بجروحه وإصاباته بعد أن أنقذ 5 أطفال، والحريق كان بيأكل الأخضر واليابس داخل كنيسة أبو سيفين. محمد عرف إن في حريق في الكنيسة، جري أصحابه وأهله. رايح فين يا محمد؟ قال لهم رايح على الكنيسة. قالوا له خلي بالك يا محمد، ده النار شديدة جدا، النار مش بتخلي حد يا محمد يا يحيى. راح قال لهم حتى لو أعمل اللي عليا. واستطاع أن ينقذ 5 أطفال، لدرجة إن حد بيقول له يا محمد خلي بالك النهاردة الحد واليوم زحمة والكنيسة مليانة أطفال ولازم تبعد. قال له والشهامة والرجولة نوديها فين؟ الشهامة والرجولة نوديها فين؟ بطولة عبر النافذة. العالم كتب كده، بطولة عبر النافذة عبر الشباك. استطاع من خلال شباك أن ينقذ 5 أطفال، ومسن، واتكسرت ساقه أثناء ما كان بينقذ الراجل المسن والـ5 أطفال. إنه الشاب المصري محمد يحيى. أهو إنه الشاب المصري يحيى. وزي ما انتم عارفين بلدنا بلد وفية، الكل بيذكر محمد يحيى بكل خير. شايف العالم كله شهامة المصريين، محمد الذي جاسف بحياته لإنقاذ 5 أطفال ومسن. العالم كله بيتكلم عن محمد يحيى، العالم كله بيتكلم عن هذا الشاب الشهم الجدع. وادي صورته هي برضه يا جماعة، لأن من حقنا ان احنا نقول للناس اهو ده محمد يحيى. دي النماذج المشرفة، دي النماذج اللي تنور، دي النماذج اللي تخليك مرفوع الراس. دي الحاجات المحترمة. والله لو انا من سكان امبابة والله كنت ابقى اول واحد. لو انا جنب الكنيسة ما كنت اتأخر ابدا، ده واجب. وبالعكس خلي بالك، الاسلام عندما انتشر في العالم كله انتشر بالحسنى والقول الحسن والمعاملة والدين المعاملة، لدرجة انه لما بعض المستشرقين حاولوا انهم يثبتوا ان الدين الاسلام انتشر بالسيف وبالقوة، كان دايما علماء الدين يرد عليهم يقول لهم الإسلام أبدا لم ينتشر بالسيف، وإنما إيه؟ لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انتشر بالحب، وانتشر بالأخوة، وانتشر بالمودة، وانتشر بالكلمة الحسنة، وانتشر بحسن المعاملة. ولذلك الحديث الجامع لكل معالم الدين قال فيه رسول الله الدين المعاملة. ومآسي إخواننا المسيحيين مآسينا، وأفراحهم أفراحنا، ولهم دينهم ولنا دين، وكل يعبد رب واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محمد يحيى العالم كله بيتكلم عنه،
وهتفضل يا مصر يا أبية يا محروسة في رباط إلى يوم القيامة، لأن فيك نماذج زي محمد صلاح النجم العالمي ومحمد يحيى الغلبان اللي محدش يعرفه. فكان لازم أحيي ده.